حسين، وايه اللي انتوا لابسينه ده؟ مستخبيين يا باك، البلد مقلوبه علينا. المهم هنوديها فين دلوقتي؟ نرجعها جنينه الحيوانات؟ لا طبعا انت غبي. امال ايه؟ بعد ما حررناها نرجعها القفص تاني؟ طب ايه اخدها عندي في البيت؟ بيت ايه؟ احنا هندور على اي غابه نوديها فيها. انت منين انت؟ هو في غابه في مصر؟ ثانيه واحده، في غابه في مصر. فين؟ في مدينه الانتاج الاعلامي. طيبه قوي على فكره، بس انا مش عارف بقى ولد ولا بنت. لا بنت طبعا. مش عارفك. ده اسمها غوريلا. في ته مربوطه في الاخر، زي سمكه، زي نمله. يعني هي نمله، مفيش بقى مذكر، لان مفيش نمل. انت عمرك سمعت حد بيقول نمل ذكر؟ لا، نمل جمع. نمل جمع. هم عندهم يا بنت يا كتير. فدي غوريلا، جمعها غوريل. يعني دي بنت. دي بنت. ممكن تبطلوا فاتي وهاري انتوا الاثنين عشان داخلين على البوابه؟ على فكرة طيبة جدا، لو عايز تطبطب عليها مش هتعمل لك حاجة. مش دي يا ابني، دي دي جميلة. أنا هسميها نيهال. لا لا ما تهزرش، دي اسم أمي. اسم أمك نيهال؟ آه. وأنت مش يتيمة بقى كده؟ رخص لو سمحت. السلام عليكم. رخص لو سمحت. افتح الشنطة بعد اذنك. اتفضلي. الشنطة تمام؟ الشنطة تمام. نيهال، احنا يمكن ما قضيناش مع بعض وقت طويل، بس انا مش هنساكي. تقوليش حاجة؟ محدش بينجرح قوي لما بيحب قوي. لو ربنا كاتب هتتقابله تاني، هتبقى من نصيبك. سلطان، بالنسبة للأنفض اللي كنا اشتريناه سوا، عامل ايه؟ أنفض؟ أنفض ايه؟ أنفض ايه؟ حرام عليكي، لسه مهربين غوريلا وبتتكلمي في أنفض؟ عادي على فكرة، بطمن مفيهاش حاجة. تطمني ايه يا بنتي؟ الراجل كان هيموت. الراجل كان هيموت وكنا هنروح في داهية. انت ايه؟ ده ايه السخافه دي؟ بهجت يا بهجت يا بنتي، ست سخيفه جدا. خلاص يا بهجت. لا سخيفه على فكره، صاحبك ده قليل الذوق. وانت سخيفه. خلاص معلش يا بهجت، ست سخيفه قوي بجد. هزقك. خلاص سخيفه. هو مش هيقول حاجه تاني يا مهزق. سخيفه. مش هيقول حاجه تاني. خلاص هقول سخيفه. طب خلاص تعالى، تعالى عشان نقطع يا سخيفه.